بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. إن شاء الله النهاردة مع بعض هنستكمل المثال اللي احنا كنا بصدد حساباته علشان نوصل للنسبة المثلى للحديد في منطقة الضغط، أو اللي هي بمعنى أصح النسبة اللي بتبقى أكتف أو في التأثير على قيمة الترخيم طويل الأمد. أنا حليت لحضراتكم المثال اللي احنا كنا وقفنا عنده، حليته بثلاث طرق وبثلاث نسب مختلفة بالنسبة للحديد علشان نوصل لمعلومة مهمة. ممكن هذه المعلومة ناخدها ببساطة شديدة من المنحنى اللي أدرج على المنتدى بمعرفة الأخ العزيز المهندس الصامت، واللي واخده من كتاب دكتورنا مشهور غنيم، واحنا شرحنا الجزئيه دي عليه، انما برضو الارقام بتوضحه اكتر، ونقدر بعد ما هنخلص هذا المثال نقدر نقول ان النسبه الاكونوميك اللي انا ممكن اتعامل بيها في حديد الضغط بتساوي قيمه ما، انما هذا لا يمنع من استعمال كامل حديد الضغط حتى لو بنسبه 100% زي ما انا هشرح في المثال ان شاء الله. وبإذن الله بعد ما نستكمل هذا المثال هنبدأ نخش في الكراكنج، أو هنخش في التشريخ أو حدود التشريخ طبقا للكود المصري، وإن كان الكود المصري في التشريخ اعتمد اعتماد كلي وجزئي على الكود الألماني. عموما نستكمل المثال، وإحنا كنا وقفنا في المحاضرة اللي فاتت إن إحنا حسبنا الديفليكشن بالنسبة لهذا القطاع وحسبناه تحت سمك 14 سنتي، ومن الحسابات بتاعته بدأنا نحط نسب معينة للتسليح أو لحديد الضغط بمعنى أصح، ونسب تسليح حديد الضغط لأنها بتأثر فعلا في الترخيم طويل الأمد. قلت لحضراتكم يا ريت لما نيجي نشتغل بقى نحط مثلا اريا اس داش باتنين من عشرة، يبقى أنا أخد تأثير الاريا اس داش اللي هي باتنين من عشرة في حسابات الاي كراكنج ومكان محور الخمول لأنها تأثر معايا، إنما ما بتأثرش معايا في قيمة الاي جروس، ما بتأثرش معايا في قيمة الام كراكنج. ده اللي أنا عملته في هذا المثال. أنا خدت المثال ده حضراتكم، والمثال ده هيسيف معاكم عنده سمك 30 سنت وممكن أقل من كده شوية كمان، يعني لو 26 ممكن يسيف على الشغل اللي أنا هوريه لحضراتكم دلوقتي. هنا حضراتكم انا خدت العمق اللي هو ال 25 اللي احنا اشتغلنا عليه، زودت العمق ال 25، حسبت الاون ويت اللي جاي اللي هيجي لي على الكانتليفر على الكابولي. بس اذكركم بوضع المثال في اللوحه، ادي المثال اللي احنا بنشتغل عليه. حسبنا الاون ويت بتاعه طلع 0.775، حسبنا اللايف لود او كما هو معطى في المثال 0.4، والاي سي ب 225 اللي هي بتاع خرسانه مقاومه وزن الخرسانه 225، الاف يلد بالنسبه للحديد 2800، ده بيقابله في الاف اس في الوركينج 1400. ولو بحثنا عن تحت 225 مقاومه وزن 225 تحت سمك 25 سنتي هنجد ان الاف سي اللوبل ب 85 كيلو جرام على سنتيمتر مربع، وده اللي انا استعملته في كل مراحل الحل اللي جاي. وهنلاحظ ان احنا الجزء الترم الاولاني كله هيكون ثابت فيما عدا مرحله حساب الاي كراكنج. هنا حسبت حضراتكم زي ما اتعودنا، حسبنا الام ماكسيمم اللي هي بتاثر على الكانتليفر، بقت بالنسبه لي هي عباره عن دبليو اللي تربيع مقسوم على 2، الدبليو هي مجموع كل من اللايف لود والاون ويت والكفر اللي احنا فرضينه ب 150 كيلو جرام على المتر المسطح. حسبنا الام ماكسيمم طلعت ب 3.75، حسبنا العمق اللي احنا هنشتغل عليه، حسبنا الاريا اس طلعت لنا الاريا اس ب 10 في 12 اللي هي 13.2 سنتيمتر مربع. حلينا المثال بدون حديد ووصلنا الى هذه النتائج في المحاضره اللي فاتت. عند الاريا اس بتساوي زيرو طلعت ان الدلتا اس الدلتا توتال او اللي هو الماكسيمم ديفليكشن، وانا واخد معايا التاثير الزحف وتاثير الاحمال الدايمه، طلع معايا 1.3 تقريبا سنتيمتر.
هنا حضراتكم انا حليت نفس المثال، بس انا حطيت هنا نسبه تسليح على طول 100%. انا حطيت هنا النسبه 100%، الاريا اس 10 في 16 والاريا اس داش حطيتها ب 10 في 16 وحسبت. طبعا احنا عندنا كل الحسابات اللي فوق اللي هي الخاصه بالاي كراكنج، اسف الاي جروس والام كراكنج ثابته لا تغيير فيها. الاي جروس بتاعتي هنا زي هنا زي هنا، الام كراكنج في الثلاثه برضه هيكونوا متساويين، انما اللي بيفرق معايا الاي كراكنج. نحسب الاي كراكنج بتاعتنا على هذا الشكل، هنجد ان احنا عشان نجيب مكان النيوترال اكسس بناخد العزوم المساحات في المنطقه بتاعه الضغط وبسويها بعزوم المساحات اللي جاني في منطقه الشد. منطقه الشد الخرسانه فيها مش هتشتغل لان انا عملت لها تشريخ. يبقى انا عندي مساحه الخرسانه اللي موجوده في منطقه الضغط اللي هي تحت، لان ده كانتليفر يعني العزم بيأثر من فوق لتحت، النيجاتيف مومنت فوق والبوزيتيف تحت. يبقى انا عندي البي مضروبه في زد مضروبه في المسافه المحصوره من مركز القطاع لحد هنا، يبقى في زد على 2. يبقى انا عندي بي في زد في زد على 2 تديني بي زد تربيع على 2، زائد الان اللي هي ب 15 مضروبه في الاريا اس داش اللي هي 10 في 16 ودي محطوطه ب 13.2، هتساوي ان اريا اس اللي هو الحديد المين الحديد الرئيسي اللي هو 15 في 13 و2 من 10 مضروبه في بعده عن محور الخمول. البعد بتاعه هو عباره عن الدي ناقص زد. انا عندي الدي بتاعتي 23 لان انا عندي التي كليه ب 25. حليت المعادله دي حضراتكم بالقانون حساب قيمة الزد. أنا عندي معادلة من الدرجة الثانية، حليت قيمة الزد طلعت 6.74 سنتيمتر. نحسب الأي كراكنج. طالما أنا قدرت أحسب الدبس بتاع محور الخمول أقدر أحسب الأي كراكنج، عبارة عن بي زد تكعيب على 3 زائد، نبدأ ندخل بقى أثر كل من حديد الضغط وحديد الشد. بالنسبة للحديد اللي هو بتاع الشد 15، المساحة بتاعته 13.2 من 10 في البعد بتاعه عن مركز الخمول تربيع اللي هو عبارة عن الدي اللي هي 23 ناقص قيمة الزد واللي احنا طلعناها من المعادلة 6.74 وز باور 2 زائد 15 في 13.2 من 10، ده اللي هو حديد الضغط، الترم ده خاص بحديد الضغط، مضروبة في زد تربيع اللي هي 6.74 الكل تربيع. حسبت من هنا قيمة الاي كراكنج، قسمت الام كراكنج على الام ايه طلعت 0.792. حسبت الاي افكتيف من هنا حضراتكم، الاي افكتيف بيساوي هذا الترم تكعيب مضروب مره في الاي جروس زائد واحد ناقص هذا الترم تكعيب مضروبه فيه الاي كراكنج. بصيت على الاي كراكنج طبعا وشيكت انها ما تكونش اكبر من الاي جروس، حطيتها بالقيمه بتاعتها لما لقيتها اقل، طلعت الاي افكتيف طلعت ب 65330. حسبت اقصى ترخيم لحظي بالنسبه للكانتليفر لما هيكون عليه حمل موزع، واتفقنا حضراتكم ان انا باخده من الجدول اهو اللي هو 1 على 8 دبليو وذا باور ال وذا باور 4 مقسومه على الاي في الاي. الاي اللي هي معامل بورت الخرسانه ودي بناخدها بمعادله من الكود المصري، والاي دي هي الاي افكتيف اللي احنا حسبناها من شويه. بالتعويض في المعادله طلع عندي ان الدلتا او حساب ان الديفليكشن بتاعي اللحظي طلع 0.426، ودي قيمه معايير المرونه بالنسبه للقود المصري 14000 جذر اف سي يو المقام الميزه للخرسانه بالكيلوغرام على السنتيمتر المربع. لو عايزينها بالطن تبقى 1400 جذر اف سي يو، لو عايزينها بالنيوتن على المليمتر تربيع دي بتساوي 4400 جذر اف سي يو. عموما الترخيم انا حسبت القيمه بتاعته طلع 0.426. هنا حضراتكم انا استعملت اريا داش اس بتساوي اريا اس، معنى كده ان الاريا داش اس على الاريا اس طلق بواحد النسبه بتاعتها. لما احسب الالفا اللي هو المعامل بتاعي اللي هضربه في قيمه الترخيم اللحظي علشان اجيب الترخيم الكلي الناتج من الزحف والاحمال الدايمه، بنجد انه 2 ناقص 1.2 من 10 مضروبه في اريا داش اس على الاريا اس. شلت انا اريا داش اس على الاريا اس وحطيت القيمه اللي انا استعملتها بواحد، طلعت الفا ب 0.8 ولازم تكون اكبر من 0.6. يبقى هنا حضراتكم دلتا اللي احنا حسبناها اللي هي 0.426 هنضربها في 1.8 من 10 اللي هي قيمه الواحد زائد الالفا، طلعت 0.76.
8 ده اللي هو الماكسيمم ديفليكشن نتيجه الزحف بعد اخذ تاثير نتيجه زحف الاحمال الدايم. نقف وقفه صغيره عند اول رقمين احنا حصلنا عليهم. الرقم الاولاني ان الدلتا هنا او الترخيم هنا كان 1.27 يعني تقريبا سي 1.3 سنتي، هنا القيمه بتاعتي تقريبا 0.8، يعني حصل تخفيض في الديفليكشن بنسبة ممكن تتراوح ل 40% تقريبا 40%. طيب جيت انا خدت المثال نفسه ورحت جاي حله وحطيت نسبة تسليح على ما اذكر كانت هنا 0.4، نفس الايتمز بتاعتي ماشيه واحد فيما عدا هنا حضراتكم انا باجي على الحديد اللي في منطقه الضغط وبحطه بقيمه 0.4 من 4.16، ضربت انا دي 0.4 ودي تقريبا تديني 4.16. اوكي يبقى انا هاخد كده حضراتكم احسب برضو الزد نفس المراحل اللي فاتت، احسب الاي كراكنج، احسب ام كراكنج على ايه، احسب الاي افكتيف، اطلع ان الدلتا بتاعتي الترخيم اللحظي تطلع 0.4274 بنفس قيمه معايير المرونه، عوضت عن قيمه اريا داش اس على الاريا اس ب 0.4 طلع لي ان معامل الفا بيساوي 1.52، طلعت التوتال ديفليكشن نتيجه بعد اخذ تاثير الزحف والاحمال الدايمه طلع 1.0743. ناخد بقى الثلاث ارقام دول معلش مع بعضيهم كده ونبص بصه ونستعين بالتشارت اللي بعته لنا المهندس الصامد بنشكره عليه اللي هو بتاع الدكتور غنيم، ونقدر نخلص الى نقطه مهمه. الرقم الاول انا اخدته بتاع حضراتكم 0.4، هاخد حسابات الدلتا وهي بزيرو، يبقى انا عندي هنا الاريا اس هنا بزيرو، عندي لما الاريا اس داش على الاريا اس بتساوي واحد كانت دي القيمة بتاعتها، ونبص على الفروق الجبارة اللي موجودة. لما كان عندي اريا اس داش بتساوي صفر يعني مش حاطط حديد في منطقة الضغط وده مش لوجيك ومش صح، انما انا حاطه فرضا وحاطه جدلا عشان نقدر نناقش عليه ونشوف اهمية حديد الضغط بالنسبة للترخيم. لقيت هنا ان الماكسيمم ديفليكشن 1.3، لما حطيت 0.4 من حديد التسليح طلع ب 1.07، لما حطيت نسبه تسليح 100% طلع 0.768. لو حسبنا اثر ل 40% بس من هذه القيمه تقريبا تطلع لي 0.2 سنتي. لو حسبت تاثير القيمه دي من القيمه دي حضراتكم واخدين بالكم من يعني اطرح اللي يعتبر انا هطرح الاثنين دول من بعض انا هطرحهم برضو لحضراتكم، ادي 1.04.743 ناقص 0.7868 طلع 0.3، يعني من 4% من نسبة تسليح 4% لنسبة تسليح 100% في مكان الضغط ده وفر عليا 0.3 سنتي بالنسبة للترخيم طويل الأمد. لما كنا في زيرو بالنسبة للحديد وخدناه بأربعة من عشرة ده وفر عليا تقريبا 0.2 سنتي. طيب نبص للرقمين دول ونشوف بقى فين كلمة الاكونوميك ديزاين كده يا جماعة. انا عشان اطلع او عشان اشيل من الترخيم 0.3 عشان اشيل اشيل منه 0.2 حطيت الحديد 0.4، لما احطه من 0.4 لحد واحد انا بوفر تاني 0.3. هل الزياده في الحديد اللي هنا هل الزياده اللي انا حطيتها من 40% اريا اس الى 100% اريا اس، يعني انا زودت 60% اريا اس علشان احصل على نقص في الديفليكشن 0.3 سنتي، انا من باب اولى بدل ما اخش في ارقام كبيره للاريا داش اس ان انا اقف عند قيمه اكنومك بالنسبه للحديد الضغط زي ما المنحنيات الرائعه دي بتقول لي او بتتكلم انها بتقول لي ان المنطقه ان لما كان عندي الاريا اس بتساوي صفر وعوض هو بالبوينت 5 اريا اس في مكان الضغط ان
شوفوا حضراتكم فرق الديفليكشن حصل قد ايه، وشوفوا الفرق من 0.5 للاريا اس، هو نفس تقريبا الارقام اللي احنا بنتكلم عليها وبنطلعها. بمعنى ان تاثير الحديد يا جماعه بتاع الضغط لما اجي احسب الترخيم طويل الامد ممكن جدا اكتفي بان اريا اس بتساوي 0.5 من اريا اس. ده كان غرضي من كلمه ان احنا في حديد الضغط اقف عند 0.5 لانها بتديني اقصى استفاده بالنسبه للترخيم. لما اجي ازود تاني من 0.5 للاريا اس مش هلاقي ان الزياده بتاعتها بتكافئ الزياده لما ما كانش القطاع بتاعي فيه حديد وحطيت له 0.5. فاحنا هنا يا جماعه الرينج بتاع الاريا اس الاكونوميك بتاعي هيتراوح من تقريبا 4 ل 6 اريا اس عند حسابات الترخيم طويل الامد. وهذه النسبه انا بقول ايه بتفضل اقتصاديا، انما ليس هناك ما يمنع من استعمال كامل المساحه في حال وجود قطاعات مقيده وفي حال السيطره على الترخيم طويل الامد. بالنسبه لبرضه هذا الجدول انا عايز ابص بصه سريعه على قيمه الترخيم اللحظي بس، يعني بلاش نتكلم عن الترخيم طويل الامد، هنلاقيه ان هو تقريبا سواء كانت نسبته 0 1% 4% 6% 8% ما بياخدوش في حساباته. ادي الترخيم اللحظي لما كان عندي زيرو اريا اس داش طلع ب 42 6 من 1000، لما كان 100% 42 6 من 1000، لما كان 40% 42 و7 من 1000. اذا الترخيم اللحظي لا يتاثر ابدا بوجود حديد في منطقه الضغط، ولكن كل التاثير بيكون عند مين؟ عند الترخيم طويل الامد. الترخيم طويل الامد نقدر نحط نسبه الحديد اريا داش اس بتساوي 100% من اريا اس، ولكن احنا بنقول ندور على الاكونوميك ديزاين انا اخلي الرينج بتاع حديد الضغط من 0.4 ل 0.6، ولو عايز حاجه ابدا ازودها في قطاع الخرسانه سنتي او 2 سنتي. ثق تماما ان زياده الخرسانه بمقدار 2 سنتي بس، 2 سنتي بس بتعلي لي جدا قيمه الاي جروس، بتعلي لي جدا. يعني واخدين بال حضراتكم انا لما بزود هنا 2 سنتي معناها ان انا عندي في الاي جروس انا عندي 2.3، يعني انا بضاعف هذا الرقم، بضاعف هذا الرقم مرات ومرات. يبقى انا لو خدت سنتي او 2 سنتي في الخرسانه بتديني اي جروس عاليه جدا. لو الاي جروس عليت معناها ان الاي افكتيف بتاعتي عليت. لو بصنا كده العلاقه عشان بس نعمل مقارنه سريعه، يبقى الاي افكتيف عليت. اذا الاي افكتيف عليت اكيد ان الترخيم اللحظي بتاعي بيقل جدا، وبالتالي الترخيم طويل الامد هيقل. يبقى انا عندي 2 ايتمز اتحكم فيهم، وهي زياده قطاع خرسانه او زياده حديد. بامانه شديده انا افضل زياده قطاع الخرسانه في الحدود المعقوله قدام حدود معقوله في نسبه حديد الضغط للوصول الى الحالة الاقتصادية اللي احنا بننشدها جميعا في تصميم المنشآت الخرسانية علشان نبعد عن التكلفة. وبكده انا يعني يمكن اكون رديت على اخويا الفاضل المهندس اسامة باكتر من طريقة وباكتر من وسيلة. احنا مش يعني مش مهندس، احنا مش بنعارض الكود، انما احنا بنفكر مع الكود. وكان في زميل سأل سؤال رائع جدا بيقول يا جماعة هو أنا لو طبقت الكود المصري ولو لا قدر الله حصلت مشكلة في المنشأ أنا براء عشان أنا طبقت الكود؟ أبدا أنت مش براء للأسف يا باشمهندس. الكود المصري والالتزام بيه ده حضرتك لا يعفيك من أي مسؤولية جنائية أو بالنسبة للمحاكم المصرية، إنما الكود المصري نفسه بيقر ويعترف وبيقول انت لازم تطبق كل الاشتراطات الخاصة حتى وإن لم ترد بالكود. يعني انا المفروض بشتغل في مصر، بشتغل بالكود المصري، انما برضو انا يعني زي ما بيقولوها ايه يوز يور مايند، يعني استعمل مخك، فكر كويس، خد قرارك كويس. لما تاخد معلومة من الكود اقعد وحلل وافهم الموضوع مش ازاي، قارنه بالكودات العالمية، لان احنا يعني الكود المصري نفسه علشان ينشئوه ما نشأوش من الصفر، خدوا درجات بنوا عليها شوية من الكود البريطاني، شوية من الكود الألماني، شوية من تجارب أساتذتنا العظام ودكاترتنا العظام. احنا عندنا أفزاز في مصر في علم الخرسانة، ربنا يا رب يديهم الصحة والعمر ويفيدوا الناس كلها بإذن الله.
كده انا غطيت تقريبا المرحله بتاعه الترخيم بما فيه الكفايه. هبدا اخش على نوع اخر من التشوهات اللي ممكن تحصل في الخرسانه، لان احنا اتفقنا ان التشوهات الترخيم ده نوع من انواع التشوهات اللي ممكن تحصل. في عندي تشوه اخر وهو التشريخ، وفي نهاية محاضرات التشريخ هبدأ حضراتكم آخد مثال عام شامل يشمل كل اللي احنا شرحناه تقريبا في الدورة من أول الزيرو لحد المحاضرة رقم 30. هيبقى مثال إن شاء الله يعجبكم خالص، وهو مثال خاص بحسابات الديفليكشن. حسابات طبعا احنا هنا لما بنتكلم على الترخيم احنا حسبنا الترخيم اللحظي، حسبنا الترخيم نتيجة الزحف، ما حسبناش او ما خدناش مثال على الترخيم نتيجة الانكماش. المثال اللي هنطرحه هيشمل لحظي ويشمل الترخيم نتيجة زحف، الترخيم نتيجة الانكماش، والحدود الآمنة للشروخ داخل الكود المصري. هنبدأ نتطرق لموضوع التشريخ وموضوع الكراكنج اللي بيحصل في الخرسانات، وعايزين نعرف ونتكلم عن الحدود المسموح بيها داخل الكود المصري. انا لو خدت يا جماعه اي عضو خرساني او عنصر خرساني وقلت والله ده ممكن يحصل له كراكنج، هيحصل له كراكنج، لان هو ده اساس تصميم العناصر الخرسانيه. يعني باجي اقول انا سي عندي ده سبورت نهائي، عندي دي ركيزه وسطى، عندي هنا سي كاميرا، وعندي امتداد من الناحيه دي. لما باجي ارسم المومنت بتاعي اكيد المومنت بتاعي هيبدا من هنا ويطلع يمشي وبعدين يجي كده. الكود المصري كمان حط لي عزم اسمه عزم تعليق في منطقه الزيرو مومنت اللي هو عشان الاتصال المليسي ما بين العمود وما بين الكاميرا، ده هيجي شرحه في شرح القطاعات الخرسانيه وتصميمها ان شاء الله. انما انا هنا هختص بالفكره العامه عن الكراكنج. يا جماعه احنا لما بنيجي نرسم سوري هرسم لكم برضو شكل للمومنت كده، وخليه حتى من زيرو حاليا اسكيب، انا هاخده برضو من زيرو، ممكن اخد على طول بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن ناخد الشكل ده اهو ونتكلم عليه في الكراكنج. لو انا حضراتكم جيت رسمت الشهادة اللي بس الحاجات اللي هي الزيادة دي عشان نتكلم تمام، هنا حضراتكم انا عندي كاميرا، الكاميرا دي زي ما انا رسمتها من شويه كانت ركيزه نهائيه من الناحيه اليمين وركيزه متصله او مستمره من الناحيه الشمال. لو انا رسمت البندنج مومنت بشكله الطبيعي خالص، ادي شكل البندنج مومنت اللي هيتواجد. طبعا كل الزملاء عارفين ادي منطقه شد موجوده فوق، ادي منطقه شد موجوده تحت، ادي منطقه شد موجوده تحت عند منطقه العزم. يبقى احنا هنا متوقعين ان يحصل شروخ في المنطقه دي، يحصل شروخ في المنطقه دي، وبالتالي انا بحط الحديد علشان اشيل الكراكنج اللي هتحصل واشيل المومنت اللي هيحصل. فمنطقه الشد هي منطقه تولد الشروخ اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي، وهي دي المنطقه اللي احنا بنغطيها بالمين اريا ستيل واحنا شغالين مع بعض. طيب هل دي بس الاكتنج اللي بتحصل على القطاع؟ لا، في عندنا اكتنج اخرى هتحصل على هذا القطاع، ودي هتجيني من الشير فورس. يعني هنفترض ان ده شكل الشير فورس اللي انا انا برسم بس ايه شكل سريع كده، ده شكل الشير فورس. اصبح انا عندي القوة اللي هتأثر على القطاع في النقطة دي اللي عندها المشيرة بتاعت الفارة هي عبارة عن مومنت زائد مين؟ مومنت زائد شير. عندي في منطقة من الشير ممكن تتشال بالخرسانة فيبقى سيف، ودي جايالي في الزيرو مومنت، جايالي فين؟ في الزيرو مومنت. عندي منطقة أخرى هنا ممكن يحصل فيها بيور مومنت، بيور مومنت فيتسبب لي شروخ. عندي هنا حضراتكم مفيش قلق من المومنت انما في قلق من الشير، وبالتالي اقدر اقسم هذه الكاميرا الى اكتر من مرحله. ممكن اقول ان الجزء الاولاني ده اللي انا هحطه ما بين خطين الشروخ اللي فيه هتبقى نتيجه نوعين من القوة المؤثرة على العنصر الخرساني. ده الشروخ اللي هتحصل الرأسية دي تحصل لي من المومنت، الشروخ المايلة اللي حصلت دي هتحصل لي من الشير.
عندي المنطقة الوسطانية دي حضراتكم ممكن الشروخ اللي تحصل فيها تحصل نتيجة تأثير مومنت، عندي المنطقة من هنا لحد هنا تحصل لي من الشير. تمام، يبقى أنا عندي كده حضراتكم قدرت أقسم الكاميرا بتاعتي أو مناطق التشريخ، هنا هتتواجد عند شروخ رأسية، هنا هتتواجد عند شروخ مايلة وشروخ رأسية. الشروخ المايلة دي اللي احنا بنشيلها بمين؟ بنشيلها بالحديد المكسح. عندي الشروخ الرأسية هي اللي بتتشال معايا مع الحديد المين، إنما أنا عايز أعرف ما هي حدود هذه الشروخ. يعني احنا ان جينا قربنا على شرخ هنلاقي الشرخ ده عباره عن جاب صغير كده حضراتكم، يعني ده انا بكبره مثلا ايه 1000 مره. يعني هنا حضراتكم ده شكل الشرخ اللي هو هيحصل، مثلا انا بحاول اوضح شكله، وادي حديد التسليح بتاعي. اول ما بيوصل لحديد التسليح هيحترم وجود حديد التسليح في حدود معينه هنتكلم عليها ان شاء الله بالتفصيل. يبقى هنا حضراتكم اذا العضو بتاعي ده تاثر او تعرض الى قوة خارجيه، يبقى انا عندي هيحصل انفعال في منطقه الشد بالنسبه للخرسانه، وبالتالي عفوا وبالتالي هنجد ان طالما حصل عندي شرخ اصبحت الخرسانه بالنسبه لي غير فعاله عشان انها تشيل احمال، وان كل قوى الشد في المنطقه اللي حصل فيها الكراك او حصل فيها الشرخ هتقاوم فقط بواسطه الحديد. طيب الخرسانه بين الشروخ وبعضها او على بعد مسافه معينه من الشرخ الاصلي اللي حصل هتبدا برضو الخرسانه لسه شغاله، يعني جنب الشرخ الخرسانه لسه شغاله لحد ما ياثر عليها قوه معينه تبدا تشرخ، تبدا تعمل فاصل جديد وتبدا تقاومه وهكذا. والمقاومة أو نقول إجهاد التماسك ما بين الحديد والخرسانة هي اللي بيبقى لها الأثر الفعال في انتقال كل إجهادات الشد من صلب التسليح للإيه؟ للخرسانة، بحيث إنها بتوصل إلى حدها الأقصى اللي هي مقاومة الإجهاد بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للخرسانة. طيب إحنا عايزين نتكلم عن المسافة ما بين كل شرخ وشرخ، يعني أنا عندي هنا في حصل مجموعة من الكراكس، عايز أعرف المسافة ما بين كل شرخ وشرخ وإزاي هتعامل معها، عايز أعرف المسموح به داخل الكود المصري في حسابات هذه الشروخ. حضراتكم إحنا بناخد المسافة ما بين شرخين متتاليين، المسافة بين شرخين متتاليين بنعبر عنها أو بنقول إن هي بتتسع وبتزيد في تحت تأثير الحمل الموجود كشرخ أساسي. يعني أنا إيه حضراتكم؟ أنا عندي هنا بيحصل كراكنج معين، الكراكنج ده بيوصل إلى أقصى لحد ما بيبدأ يقابل مين؟ يقابل حديد. بيحصل إن الشرخ ده بيبقى ستيبل على كده، يبدأ الإجهادات تتنقل من المنطقة اللي حصل فيها ستابيليتي أو الحديد بدأ يشتغل فيها، تبدأ تأثر لي على نقطة أخرى. يبقى أنا عندي في شرخ أصبح مستقر وبالتالي وقف عنده الإجهادات، تبدأ الإجهادات بإيه؟ بتتحرك وتروح لمكان آخر، بتعمل لي فيه كراكس لحد ما يحصل استابيلتي في هذا القطاع، تبدأ تتحرك وتروح تعمل لي كراكس في نقطة أخرى اللي هو تشعير الخرسانة أو الشروخ اللي بتحصل فيه الخرسانة. بالنسبة للكود المصري لما جه أتعامل مع موضوع الشروخ، احنا كان عندنا يمكن 3-4 كودات بيتكلموا عن الشروخ، ولكن الكود المصري اختار الكود الالماني عشان يتعامل معها، عشان يقول ان اقصى حد لهذا الشرخ المسموح به لما جه يحط المعادله بتاعته اخذها من الكود الالماني، ما اخذهاش من المواصفات الامريكيه، ما اخذهاش من المواصفات الانجليزيه، وانما اوصى بالتعامل مع المواصفات الالمانيه لانها بتديني معادله بتربط ما بين اقصى اجهاد هيقع على حديد التسليح وقطر السيخ عشان يبدا يتحكم في عرض الشرخ المتولد لما يكون في عندي وركينج لود. وبالتالي المعادله اللي هي بتاعته المواصفات الامريكيه هي اللي احنا الالمانيه هي اللي هناخدها في الكود المصري، انما مفيش ما يمنع ان احنا نتعرض برضو للمعادله اللي هي بتاعه الكود الامريكي ونشوف الايتمز اللي فيها ونشوف حساباتها، وبعد كده ننتقل الى الكود المصري اللي هو واخد الكود الالماني ونبدا نشوف ونفهم ايه الفروق اللي موجوده بينهم وازاي احقق
العرض المسموح به داخل الكراكس اللي بتحصل في الخرسانة. بالنسبة للكود الأمريكي عمل تقدير للشروخ الرأسية والبلاطات اللي نتيجة تأثير عزم انحناء، يعني أنا عندي المنطقة دي معرضة إلى عزم انحناء هيحصل كراكس رأسي، هنا معرضة لعزم انحناء هيحصل كراكس رأسي، هو بيقول لي عرض الشرخ ده كام؟ بيحسب لي عرض الشرخ، وهو اداله رمز في الكود الامريكي. انا حاطط هنا كده المعادله دي معادله كود امريكي، بيقول لي ان اوميجا ماكسيمم بتساوي 0.076 مضروبه في فيتا مضروبه في اف اس الجذر التكعيبي للدي سي مضروبه في الاريا مضروبه في 10 اس ناقص 3. الناتج اللي هيطلع لي من هنا يا جماعه هيطلع لي بالبوصه، ده كود امريكي، الناتج اللي هيطلع انه الاقصى عرض تشريخ هنا بالبوصه. طبعا انا معلش انا بشرح المعادلات علشان نفهم ايه حتى الحاجات اللي بتاثر، ما هي المعادله يا جماعه لما انا ابص لها كده حضراتكم اقدر على طول اقول والله الشروخ دي العوامل اللي بتاثر فيها اف اس دي سي واريا والبيتا، صح كده؟ يبقى انا عندي كل الايتمز اللي داخله هنا هي مؤثرات فعاله في حساب الشروخ، تمام؟ يبقى لما بندرس المعادله مش لغرض دراسه او ان احنا نحفظ معادله، لا هي لغرض ان احنا نحط ايدينا على العوامل التي تؤثر على الشروخ، علشان لما اعمل اقدر اسيطر على هذه العوامل، بالتالي هقدر احصل على عرض شرخ مسموح به داخل الكود المصري اللي هنعرض له ان شاء الله جدول في نهايه محاضره الايه التشريخ. نتكلم عن المعادله بالكود الامريكي، اقصى عرض تشريخ بالبوصه بندي له رمز اوميجا ماكسيمم بيساوي 0.07، ده رقم معامل مضروبه في البيتا، البيتا دي معامل عمق، معامل اسمه معامل العمق، وده بناخده بواحد واتنين من عشره، بس هو معامل العمق برضه انا عشان اوضحه لحضراتكم، معامل العمق ده حضراتكم ده النسبه ما بين، لو انا عندي سي قطاع اجيب اي قطاع من الشكل عشان نشرح عليه، عشان بس ما يبقاش في رمز محطوط ملوش دلاله عند حضراتكم، يعني انا افترض ناخد اي قطاع مرسوم في حديد ولا حاجه اهو مثلا. هنا حضراتكم بس هنكنسل دول اهو، هنزلهم تحت عشان نعرف ان الحديد المين هو اللي موجود تحت الحديد الرئيسي، دلت الكلام ده خالص مش هنحتاجه. انا عندي في حديد اهو موجود في المنطقه اللي فوق اهو حضراتكم، القطاع اللي انا واخده هنا بالتسليح بتاعه هو اللي موجود هنا مثلا ونتكلم عليه، ومنه نقدر نحسب كل الكلام، يعني اخد القطاع ده اقلبه يبقى هو الحديد العلوي اللي موجود فوق، ونعرف الاماكن اللي فيها كراكس واللي ما فيهاش كراكس. يبقى هنا حضراتكم انا هتكلم على القطاع اللي هو موجود في هذا المكان. طيب نتكلم على القطاع اللي هو المعامل بيتا، معامل بيتا ده معامل عمق، معامل عمق بيساوي ايه؟ اللي هو احنا بناخده قيمه ثابته، او الكود الامريكي بياخده قيمه ثابته 1.2، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن النسبه ما بين كامل القطاع ناقص الشيء، نحط برضو محور الخمول، لان محور الخمول ده من الحاجات المهمه والاساسيه في اي شغل. لو تخيلنا ان ده حضراتكم محور الخمول بتاعي، وهنا الخرسانه اللي هيحصل لها تشريخ، انا افترضت ان المسافه من هنا لهنا دي زد، اللي هي المسافه دي كده حضراتكم هنسميها زد، من النقطة دي النقطة دي اللي هو بعد محور الخمول عن مكان الضغط، دي حضراتكم هنسميها زد. ان اتكلمنا عن الجزء ده وقلنا عايزين نعرف قيمه البيتا، قيمه البيتا دي بتساوي العمق الكلي ناقص زد، العمق الكلي ناقص ايه؟ ناقص زد، زد اللي هو البعد ما بين محور الخمول واقصى الياف معرضه للضغط، مقسومه على الدي، الدي اللي هي طبعا من المحور بتاع الحديد لحد فوق هنا، ده اللي احنا بنسميه طبعا الدي، يبقى انا عندي التي ناقص الزد في البسط في المقام بتاعي، الدي ناقص الايه؟ ناقص الزد، يبقى هو ده قيمة المعامل اللي هو اسمه
بيتا، يبقى بيتا عبارة عن تي اللي هو القطاع الكل، ارتفاع القطاع كله ناقص الزد مقسوم على الدي ناقص الايه ناقص الزد. والكود الامريكي اوصل ان احنا ناخدها 1.2، ولو حد معانا كده فكر شوية هيقدر من العلاقة دي يقدر يقول لنا المسافة من سنتر الحديد لحد اقصى منطقة في الشد اللي احنا بنحطها كقيمة مسلم. معلش الجملة دي عرضا كده خدوها دلوقتي، انما هي ان شاء الله هيجي شرحها بالتفصيل عشان نعرف، وهي برضو جوه التشريح ان شاء الله. نتكلم على المعامل الاخر وهو معامل اف اس. المعامل اف اس طبعا اف اس ده عبارة عن اجهاد الحديد، انما مش اجهاد الحديد اللي هو مثلا 1400 او 3600 او لا، اجهاد الحديد ده لما نحطه في معادلة زي دي هو اجهاد الحديد عند منطقة الشد. يعني انا حضراتكم عند القطاع ده بيأثر عليه مومنت معين، وبطلب من حضرتك بقول لك قول لي قيمه اف اس في الحديد، اللي هي زي المثال اللي احنا شرحناه زمان خالص وقلنا يا جماعه عايزين نعرف اقصى اجهاد ضغط واقصى اجهاد شد. هو ده اللي بقدر احل منه، الشكل ده اللي بقدر احل منه واطلع منه قيمه اف اس داخل الحديد، لما احنا قلنا في عندنا قطاع اوفر رينفورسمنت واندر رينفورسمنت، وامتى الاف اس بتبقى ثابته وامتى الاف سي هي اللي بتبقى ثابته. انا بس بحاول اشمل اللي فات برضو عشان ابقى فريش دايما في المعلومات. يعني الاف اس ديت الكود الامريكي بيقول انها بتساوي 60% من اجهاد خضوع الحديد، بتوصل ل 60% من ما نزودهاش عن 60. يعني افترض انت حساباتك طلعت اكبر من 60% من اجهاد الخضوع، الكود الامريكي بيقول لك خدها 60% من اجهاد الخضوع. يبقى انا كده عرفت البيتا وعرفتها، عرفت الاف اس وعرفته، جذر التكعيبي للدي سي مضروبه في ايه، ندي اللي احنا ان شاء الله ايه نعرفه. الدي سي ده يا جماعه كويس اهو، كويس ان انا نقل القطاع. الدي سي ديت ناخدها اللي هي المسافه اللي انا لسه كنت بنوه عنها من شويه، هي المسافه من محور الحديد المعرض للشد، محور الحديد المعرض للشد لاقصى منطقه شد اهو. يبقى هي دي اللي احنا بنسميها زي الكفر، زي اللي بنسميه احنا عندنا في الكود المصري الايه الكفر. يبقى الحته ده هي الصغيره دي، هي دي اللي اسمها دي سي، هي دي اسمها دي سي داخل المساله اللي احنا بنحلها، او داخل اللي هو المعادله اللي احنا بصدد شرحها. طيب نفترض يعني انا عندي قطاع، القطاع ده اوتوماتيك موجود في الطبيعه، وطبعا احنا عندنا شويه حدادين زي الفل، يعني ممكن الكانه اللي انتوا بتحطوها تحت دي حضرتك، والمفترض ان الكانه بتبقى ماشيه زي الصاروخ. يعني ببص الاقي في بعض الاخوة الافاضل بيطلب كان شتش او كان توزيع، اللي بنسميه احنا كانت الايه كانت التوزيع. يعني انا هفترض بس كده اهو، هبدأ بس اوزع الحديد، بس انا عايز اوضح حاجة معينة. لما بنحط احنا كان شتش او كان توزيع بتبقى انا عندي الكنة بالظبط، الكنة ماشية كده حضراتكم، كانت بتاعتي بتبقى سي انها ماشيه كده. يعني معلش يعني خدوا مني كده الشكل، انا عملته بلو لاين يعني ماشي اوكي. دي الكان اللي هي مثلا بتبقى اسمها كان التوزيع بيتحط فين؟ عفوا الكان دي هي كانت التوزيع اللي هي بتتحط في البتاع، يعني بيبقى الشغل بتاعي او الحداد وهو شغال بيعمل لي كان ايه كان شتش بالطريقه دي، بتبقى عباره عن تعريجه بنحطها تحت عشان نحافظ على السبيسنج ما بين الحديد والبعض. انا افاجئ ان الحداد شويه حطهم لي تحت وشويه راح جاي حطتهم لفوق، ونربط ويلا بينا نشتغل مفيش مشكله. المهم لو انا عندي الحديد اتوزع بصوره خاطئه بهذا الشكل، بهذا الشكل لما اجي احسب اقصى شرخ او اقصى اتساع لهذا الشرخ، لما بنيجي نحسب منها الدي سي، الدي سي دي عبارة عن اقرب خط، يعني اخد اقرب سيخ لمنطقة الايه لمنطقة الشد. يعني ما احسبش على اللي فوق ده، لا انا بحسب على اللي تحت.
تمام كده حضرتك. انا بس حبيت ايه لو في لخبطه في القطاع، لو حد مثلا ربنا كرمه وعندنا معاينه، منشأ حصل له نوع من الاضرار، في جزء من الخرسانه انكشف، شفنا الحديد ده على وضعه، عايزين نحسب الكراكس، عايزين نحسب حسابات كتيره خالص علشان نقدم تقرير فني عن منشأ حصل له نوع من الاضرار. يبقى انا عندي الدي سي عرفتها، فاضل لي كده اللي هي الاريا، ويعني ده رمز مصطلح في الكود الامريكي والمصري والالماني وكله، ان الاي دي رمز اريا. دي نسبه مساحه الخرسانه المتماثله حوالين الاسياخ في منطقه الشد مقسومه على عدد الحديد. الاريا دي هنا حضراتكم في المعادله بنقعد عنها بالبوصه، بالبوصه المربعه. الاريا بناخدها عباره عن مساحه الحديد المتماثل. انا بس هوضح النقطه دي. لو حضراتكم انا عندي هنا، ادي هنا حضراتكم احنا اتفقنا ان الرمز ده اسمه دي سي، عشان بس ناخده ونحطه بقى كده بالمره ونكبر الحته دي شويه علشان اقدر افهمكم يعني ايه الاريا دي. لا نخليها سمول. هي دي حضراتكم اتفقنا مع بعض من شويه ان هي اسمها ايه؟ الدي سي. تمام؟ اهي. الاريا اللي هي موجوده في هذه المعادله هي عباره عن، هو بيقول لي انا عندي ده الحديد اللي موجود عندي في منطقه الشد، ده الحديد اللي موجود في منطقه الشد، بياخد هو ضعف هذه القيمه، انا اوضحها كده لحضراتكم على طول اهو. بياخد ضعف هذه القيمة ويجي حاططها كسمك خرسانة حوالين حديد التسليح. يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ يعني هشيل بس الاشكال دي بقى عشان ما تلخبطناش اهو، نشيل ده خلاص احنا مش عايزينه. لما نيجي نحسب قيمة الايه، هي دي قيمة الاريا اللي هي بتساوي عرض الجذع مضروب في ضعف الدي سي. يعني هنا دي المسافة من هنا لهنا هي دي الدي سي، والمسافة من هنا لهنا هي دي اسمها دي سي. يبقى أنا عندي نعتبر إن القطاع من أول هنا لحد هنا هنسميه تي سمول سي، يعني السمك بتاع الخرسانة اللي بيحيط بالمين؟ اللي بيحيط بالحديد، اللي بيسبب البوند ما بين الحديد والخرسانة. يعني أنا بحاول أقرب الإيه؟ أقرب المعنى شوية. واخدين بال حضراتكم؟ يبقى انا عندي المسافه اللي هي دي سي دي هي المسافه من سنتر السيخ لحد اقصى نقطه في الياف الشد، انا بضاعفها مرتين، يبقى هي دي مساحه الحديد او مساحه الاريا اس او الاريا اسف اللي احنا بندخلها فين؟ بندخلها في معادله الحساب بتاعي. يبقى انا عندي الاريا دي عباره عن الاريا سي تي. الاريا سي تي دي عباره عن ايه؟ عباره عن اتنين القيمه ما بين محور الحديد والشد مضروبه في عرض الجذع او عرض القطاع اللي هو اسمه بي. والكلام ده حضراتكم بنقسمه على عدد الاسياخ اللي موجوده في القطاع. يعني انا عندي هنا عدد الاسياخ موجود في القطاع كام؟ اربعه. طب انا عايز احسب الاريا سي تي. اريا سي تي هي 2 دي سي مضروبه في ال 30 سنتي. يبقى كده اقدر اطلع قيمه الايه، احول قيمه الايه للبوصه واحطها في المعادله دي. الدي سي عرفت مكانها، اف اس عرفتها، كده انا اقدر احل واطلع اوميجا ماكسيمم من المعادله، وهو ده اقصى عرض شرخ مسموح به راسي. طب لو شفناه بالنسبه لقوى القص، ما احنا اتفقنا قلنا يا جماعه ده انا عندي شروخ هنا، عندي شروخ راسيه نتيجه المومنت، وعندي شروخ مايله نتيجه مين؟ نتيجه حديد القص. وهو ده اللي احنا على اساسه يا جماعه بنرسم شكل حديد التسليح، ان احنا دايما نقول نيجي واخدينه بهذا الشكل. نخلي بالنا كده معلش من الشكل اللي انا هرسمه شويه. هو ده شكل الحديد اللي انا بحطه في قطاع زي ده. الحديد المكثح بيكون في الزون بتاع الكراكس بتاعت الشير، لازم يكون في الزون دي. طب افترض ان الكراكس متحركه جاي لي هنا، يبقى انا هحرك. المهم ان انا عندي الحديد اللي حصل له بنت اب اللي انا عملت له تكسيح يقطع لي منطقه الشروخ اللي حصلت من القص، عشان اقدر اشيل القص بمين؟ بالحديد. بمعنى اخر
عندي قطاع معرض لقص، حسبت قيمه القص اللي جاي لي هنا سي كيو، انا عندي في جزء بتشيله خرسان، يبقى انا اطرح الكيو الكبيره اللي بتاثر على القطاع ناقص الكيو اللي بتشيل الخرسانه، هيبقى لي قوه قص هنا. قوه القص اللي هنا انا بشيلها بنوعين، يا اما بشيلها بستربس راسيه او استربس مايله وهنعرف الفرق، وبنت ابارز او حديد مكسح، يبقى ده الشكل الحديد. يبقى انا كل ما بفهم يعني ايه شروخ، افهم يعني ايه مكان شروخ بيتولد، اقدر اسلح اي قطاع، حتى انا لو ما حسبتش عليه مومنت وما حسبتش عليه حاجه، انا خلاص بقدر الحمد لله ارسم مومنت دايجرام صح حتى لو بدون ارقام، اقدر ارسم شير دايجرام صح حتى لو بدون ارقام، وبالتالي اقدر احط او اوزع حديد مين او حديد رئيسي. طيب بالنسبه لمنطقه القص، الكود الامريكي حاطط معادله وبيقول ان اقصى اتساع بالنسبه لي او اقصى عرض للشرخ بالبوص هنا بالقص، يبقى انا عندي ده ايه؟ شرخ مايل، صح ولا لا؟ يبقى انا عندي الشرخ ده شرخ قص، شرخ القص مايل وليس راسي. يبقى انا حضراتكم دبليو ماكسيمم اقصى عرض شرخ مائل بيساوي ساين الفا، الفا دي هي زاويه ميل الشرخ في اس، معلش انا حاطط الاثنين جنب بعض، وده لا دي اس مضروبه في ساين الفا، اس مضروبه في ساين الفا، دي المعادله حضراتكم. ايه هي الاس؟ الاس دي حضراتكم لو انا عندي قطاع زي ده وانا عندي الدبس بتاعه ده كبير شويه، ما اسموش 60 سنتي، لا الدبس بتاعي ده كبير شويه سي مثلا 90 سنتي، واخدين بال حضراتكم؟ فالكود بيوصي بوجود حديد انكماش فيه، تمام، وبيوصي بالايه لما بنيجي نكسح. انا اسف انا سرحت منكم، لا هي الاس اللي هنا دي حضراتكم المسافه ما بين الحديد اللي احنا هنكسحه، لان انا حبيت اقسم القطاع ده حضراتكم، حبيت اقسم هذا القطاع، مش هكبره، لا انا عايز اقسمه. وهنا حضراتكم انا عندي في سيخ هيتكسح سي اهو، تمام، وعندي سيخ اخر هسيب سيخ واكسح سيخ سي، ادي السيخ الثاني اللي انا كسحته، هي المسافه ما بين الايه؟ ما بين الاسياخ اللي انا بكسحها. طيب هنا حضراتكم الاس دي، الاس دي يبقى انا حسبت لها قيمه، حسبت لها قيمه ايه؟ المسافه ما بين ما بين السخين اللي انا بكسحها، في لها دقيقه، ليها داتا ثانيه، ليها داتا ثانيه اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن المسافه ما بين الكنات. انا لما باجي اسلح هنا حضراتكم هبدا احط الكنات بتاعتي، ادي الكنات، الكنات بتيجي من هنا بتطلع على الحديد العلوي، ده شكل الكنات اللي هتتوجد عندي اهو، التقسيط ما بين الايه؟ ما بين الكنات وبعضها. طيب يبقى انا عندي حضراتكم اقدر احسب قيمه الاس، اقدر احسب من هنا قيمه الاس اللي هي المسافه ما بين الكانات وبعضيها، المسافه ما بين الكانه والكان، وهي برضو تقريبا بتساوي المسافه ما بين سيخ وسيخ، يعني ما يكونش عندي مثلا سيخين مكسحين جنب بعض واخد، لا انا بقول سيخ واسيب سيخ واخد سيخ، يبقى انا عندي دي هي دي ممكن نحسبها المسافه اس، وهي دي ممكن نحسبها المسافه اس، ايهما اسهل؟ وانا متهيألي الاسهل طبعا المسافه بين الكانات الراسيه اللي هي دي، اللي هي المسافه بين الكانه للكانه، ودي هنعرف ازاي نحسبها، ما اسيبكم الارقام يعني، انا بس بوريكم اللي هي المسافه بين الكانه والكانه. خلاص كده بقى انا عندي الاس المسافه سين، نقولها بين الكانات وبعضيها كده على طول، يبقى سهله، سين الفا هي زاويه ميل الكانه بتاعتي. حضراتكم كده فاضل لنا ايه في الايتمز دي؟ فاضل لنا قيمه الار، والار بتاعتنا هنا حضراتكم هي زي زمان لما كنا بنحسب، فاكرين اللي هو العمود الدائري، العمود الدائري دي هي الار، دي هي النسبه ما بين الحديد التسليح في منطقه العصب، الحجم النسبي للتسليح في منطقه العصب، ودي بتساوي اريا اس مضروبه في ساين الفا زائد كوزاين الفا مقسومه على البي دبليو في اس، الاريا اس تي دي مساحه فرعي الكانه، يعني انا لو حضراتكم بصيت هنا على الكانه دي، الكانه دي فرعين، فرع قدامي هنا وفرع ايه؟ وفرع وراه، لما احسب الاريا اس اجمع الاثنين دول ايه؟ على بعض، اجمع الاثنين دول على بعض، هي دي مساحه الاريا اس، عند الالفا دي زاويه ميل الكانه حضراتكم اللي احنا هنحسبها مع بعض،
زاويه الميل مع الافق طبعا مش مع الراسي. عندنا البي دبليو وهي دي اللي هي عرض العصب اللي انا بشتغل عليه، واس اللي هو السبيسنج ما بين الكنات وبعضها. عندي جذر اف داش سي، اف داش سي طبعا خلاص احنا عرفنا وفهمنا ان الاف داش دي هي مقاومه الاسطوانه في الضغط، مقاومه اسطوانه وليست مقاومه مكعب. مضروب في الايتمز الكبير ده اللي هو كيو ناقص كيو بي على بي دبليو في الدي. اتفقنا ان الكيو دي هي القوه اللي بتاثر على القطاع اللي انا بجيبها من شكل القص، وعندي الكيو سي دي هي مقاومه قطاع الخرسانه اللي احنا كنا لسه بندردش من شويه، بنقول ان انا عندي الخرسانه هنا هتشيل جزء، هي دي اللي بنسميها كيو سي، ودي بتساوي الكيو الشير اللي هو جاي هنا حضراتكم مضروب في البي مضروب في التي. طبعا ده معادلته. لو خدناه من الكود المصري هنجد ان هو 0.75 جذر اف سي يو، والاف سي يو هنا مقاومه مميزه للخرسانه. خلاص عرفنا البي دبليو، عارفين طبعا الدي. يبقى كده انا عرفت احدد اقصى عرض للشرخ بالبوصه الراسي، وعرفت احدد او اعرف اقصى شرخ بالنسبه للشروخ المايله. كده دول المعدتين اللي داخل الكود الامريكي. ومعلش المحاضره طالت خالص، ما شاء الله وصلت ل 50 دقيقه. انا ان شاء الله هكتفي بهذا القدر داخل المحاضره، وان شاء الله المحاضره الجايه هنستكمل العناصر اللي بتاثر لي في التشريخ، وهنستعرض جدول الكود المصري في حسابات الشروخ اللي هي المسموح بيها، وده هيبقى ان شاء الله عرض يعني شبه سريع. وهنقارن ما بين ان شاء الله الجداول دي والجداول الامريكيه، وهنشرح في المثال العام الاشمل اللي احنا ان شاء الله هنبدا نحسبه، وازاي احسب عرض الشرخ بالكود المصري اللي قلنا اعتمد فيها على المعادله الالمانيه. هنعملها وهندي عليها مثال داخل المثال العام لحساب الترخيم او التشريخ او الترخيم طويل الامد. هذا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.